في أحد فنادق الدار البيضاء تعرف إليه رجل مغربي يهودي، عرف منه وجهته فعرض عليه مساعدته لدخول المكان الذي يقصده بالصحراء عن طريق عوان له في أقصى جنوب المغرب. ساعد نبيل بتلك الصدفة الجميلة التي ستيسر له مهمته. دعاه صديقه المغربي الجديد على وليمة في منزله في الدار البيضاء، وهناك كانت تنتظره مفاجأة من نوع خاص. مليكة ذات الجمال المغربي الفتان، ابنة ذلك اليهودي الذي لم يعرفه إلا من بضعة ساعات، استطاعت إحكام شباكها حوله وحولته إلى دمية في يدها دون أن تبذل الكثير من الجهد. أنسته مليكة كل شيء جاء من أجله، ولم تترك له فرصة أن يراجع نفسه في ذلك السيناريو الغريب الذي أعدته بإتقان صديقته جنيدة في القاهرة مسبقا. سريعا بدأ خروجه مع مليكة التي تعمدت أن تستنزفه ماديا حتى أصبح مفلسا تماما. وهنا جاءته مليكة الحل، وهو أن يسافر معها إلى باريس، وهناك يمكنه الحصول